السلام عليكم، معكم علي، أهلا وسهلا بكم درس جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن وصف لمقهين، إذن كافيه، إذن مقهى، ونتعلم بعض الأسئلة ووصف لهذه المقهى وبعض العبارات والملاحظات القواعدية، بالتالي تفيدنا في تحسين لغتنا الإنجليزية. كما نعلم دائما حفظ الكلمات في جمل أفضل من حفظ الكلمات أو المفردات لوحدها، لذلك دائما القراءة والاستماع المستمر يزيد من تحسن لغتنا الإنجليزية. What would you like to eat and drink؟ إذن What ما would you like تود أو تحب، نحفظها دائما would you like to تحب أن eat تأكل and و drink تشرب، إذن ماذا تود أن تأكل وتشرب، نحفظها دائما what would you like to أن، نعرف to إذا جاء بعد فعل أن to eat to drink to read to write بمعنى أن، لكن إذا جاء بعدها اسم نقول to the park إلى المنتزه، عندئذ تكون إلى يعني حرف جر، إذا جاء بعدها فعل بتكون أن. What food and drinks do they order؟ ما الطعام، لاحظ what food، ما الطعام and drinks والمشروبات do they order الذي يقدمونه، إذن what food and drinks ما الطعام والشراب do they order، إذن ممكن إحنا نقول دائما تشكيل السؤال يكون عندنا WH word، يعني كلمة تبدأ WH فعل مساعد والفاعل وبعدين الفعل، what do they order، فقط وضعنا what food and drinks، what would you like to eat and drink، what food and drinks do they order. نحفظ الكلمة هذه waiter، إذا النادل الذي يخدم في المطعم أو المقهى جاء من كلمة wait waiter، customer زبون، إذا النادل والزبون. Would you like something to drink؟ Would you like؟ هل تود أو هل ترغب أو هل تحب بشيء ما تشربه؟ Would you like something to drink؟ لاحظ Would you like something to drink؟ لما أقول للشخص هل تود أن تشرب شيء ما؟ How about some tea؟ ماذا عن احتساء شاي؟ أو ما رأيك بالشاي؟ إذا نحفظها How about some tea؟ نحفظها How about؟ ماذا عن؟ I'd like a cup of tea please. أود أو أرغب بفنجان شاي أو كوب شاي من فضلك. I'd like هي اختصار لي I would like. طبعا ال ما تلفظ. I would like a cup of tea please من فضلك. Can I have some honey cake please؟ هل بإمكاني أن أحصل على كعكة عسل من فضلك؟ أو هل بإمكاني أتناول؟ إذن هذا معنى يملك، يتناول، يشرب، وهكذا مع الأكل بمعنى يتناول. Can I have some honey cake please؟ إذن نحفظ الكلمات هذه الأسئلة نتدرب عليها بحيث ممكن استخدمها وطور من المحادثة باللغة الإنجليزية. بهذه الفقرة لدينا نصين عن وصف لمقهى، تعلم بعض المفردات والجمل والملاحظات القواعدية. The Jungle Cafe، إذا المقهى Jungle غابة. This cafe is in a town. The cafe is inside a building, but it looks like a jungle. You can hear
jungle, birds and insects. This cafe, يعني هذه المقهى, is تكون, إذا هذا هو الفعل بالجملة, in a town, في بلدة, بلدة ما, إذا غير معروفة, لذلك نضع a, أداة تنكير. This cafe is in a town. The cafe is inside a building. إذا المقهى يكون داخل بناء. أيضا فاعل وفعل تكملة الجملة. The cafe is inside a building. But it looks like a jungle. لكنها تبدو, لاحظ, تبدو مثل غابة. لاحظ it تعود على كافيه ضمير, نستبدل الاسم بدلا عنه لعدم تكرار الاسم, وأيضا لجمالية اللغة نستخدم الضمائر كما قلنا سابقا. But it looks like تبدو مثل, لاحظ نضع اسم المفرد الغائب, لماذا؟ مع هي شئت بالمضارع البسيط نضع اسم المفرد الغائب. It looks like تبدو مثل, لا نقول تبدو يحب أو ينظر يحب, إذا تبدو مثل jungle, إذا غابة. You can hear, يمكن أن تسمع, jungle birds, إذن عصافير الغابة, and insects, والحشرات. The jungle cafe. This cafe is in a town. The cafe is inside a building. But it looks like a jungle. You can hear jungle birds and insects. You can see some jungle animals and some fish. There is a menu for adults and a menu for children. The food is delicious. Delicious. You can see, يمكنك أن ترى, some jungle animals, بعض حيوانات الغابة, and some fish, وبعض السمك. There is, يوجد, نعرف there is, يوجد مع المفرد, a, لاحظ أداة تنكير بمعنى one, قائمة, أيضا نكرة, إذا كان جمع يكون بعدها s. There is a menu, نحفظها, menu, قائمة طعام, for, لي, adults, نحفظها البالغين أو الراشدين, and a menu, وقائمة طعام, for children, للأولاد. The food is, الطعام يكون delicious, إذن لذيذ. نحفظ كلمة delicious, لذيذ. You can see some jungle animals and some fish. There is a menu for adults and a menu for children. The food is delicious. The tree house cafe, يعني مقهى شجرة أو مقهى بيت شجرة. This cafe is in the countryside. يعني هذه المقهى تكون في الريف. نحفظ country بلد, countryside الريف. This cafe is in the countryside. The cafe is outside. المقهى في الخارج. لاحظ دائما إذا لم يكن هناك فعل واضح بالجملة لا نقول the cafe outside. The cafe is outside. يجب أن يتحوي على فعل. إذا لم يكن هناك فعل واضح في الجملة يكون عنده إذن فعل كون. In fact, في الحقيقة, نحفظها. In fact, في الواقع أو في الحقيقة. It's in a tree house. إنها في بيت في شجرة أو على شكل شجرة. To get to the cafe, لتصل إلى المقهى, you walk up some stairs. إذا تصعد الدرج, تمشي على الدرج يعني. And then, ومن ثم, you climb, يعني تتسلق, up a ladder, وتسلق سلم. نحفظ كلمة ladder, سلم, stairs, درج, countryside, reef, outside, خارج, in fact, في الحقيقة أو في الواقع. This cafe is in the countryside. The cafe is outside. In fact, it's in a tree house. To get to the cafe, you walk up
some stairs and then you climb up a ladder. You can see a lovely view. يمكنك أن ترى view منظر. نحفظها view منظر. Lovely جميل. A lovely view منظر جميل. View اسم. Lovely صفر. إذن you can see a lovely view. You can hear. يمكنك أن تسمع birds. العصافير in the branches. في الأغصان. نحفظها. Branch غصن. Branches أغصان. أيضا branches فروع. You can sit. يمكنك أن تجلس and look up at the trees. وتنظر إلى الأشجار or أو down at the ground. يعني down وتنظر للأسفل إلى الأرض. لأن تكون أنت معلق تنظر look up at look up down. The cafe is open. يعني الكافيه تفتح in summer في الصيف and closed in winter تكون مغلقة في شتاء. لاحظ نحفظ عكس بعض open closed. أيضا حرف الجر قبل فصول in summer. لاحظ in summer in winter دائما الأربع آخر كلمة ما ننطقه in summer in winter. You can see a lovely view. You can hear birds in the branches. You can sit and look up at the trees or down at the ground. The cafe is open in summer and closed in winter. بهذا الشكل انهينا درسنا هذا اليوم. تكلمنا عن كيف أطلب طعام من قائمة ووصف لمقهيين وتعلم بعض الكلمات والتراكيب والملاحظات القواعدية. أتمنى قدمت شيء الفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.